عمال الحفر في صربيا لقوا هياكل عظمية أثناء عملية الحفر، والعلماء اكتشفوا إن المنطقة دي كانت مقابر قديمة والهياكل العظمية عمرها 300 سنة، وشكلهم كده ماتوا بسبب فيروس، والفيروس ده انتشر زمان، وفيه واحد من العمال اتجرح بسبب الهياكل دي. الجرح كان بسيط وعادي ولكنه مات، وشكل الفيروس انتقل له، ولقوا العامل رجع من الموت كزومبي. وكل ده كان سنة 1985. وفي يومنا الحاضر اخر قطار من المحطة مشي خلاص، وفيه بروفيسور مستني وفاتته رحلة القطر، وهو ما خدش باله فراح سأل الشرطة وقالوا له ان المنطقة هتتقفل وهتتعزل بسبب تدريبات عسكرية في المنطقة، ولكن هم طمنوه وهيوصلوه للمحطة عشان يعمل مكالمة لمراته اللي مستنياه، وده لان كل التليفونات المحمولة والانترنت معطلين هنا. ولقى الشرطي 3 جنود جايين للمحطة وهم هيستمتعوا شوية قبل ما التدريبات تبدأ، وقلق منهم الشرطي وحاول يمنعهم من دخول المحطة ولكنه فشل، وبيضايقوه وخايف لا يستعمل عليهم سلاحه. وبتظهر نينا هتحضر اول مهمة في الشرطة ليها، وهتنقل احد المساجين من صربيا للمركبة في النهر ومنها لمنطقة الطيارة اللي هتنقله لندن، والسجين اسمه جاك، والشرطة بتضايق فيه وحذرهم كتير ولكنهم مش مهتمين فضربهم هما الاتنين، ولكن ثبتته نينا بالسلاح ومش هتفشل في مهمتها الاولى. وقطار التدريبات العسكرية وصل لمحطة القطر، ومفيش تدريبات عسكرية هنا، ده فيه احد العلماء المسلحين معاه غاز غريب هيجربوه هنا، والجنود بيهزروا مع الشرطي وخدوا سلاحه وهو بيحاول يرجعه اتضربت رصاصة على انبوبة الغاز العملاقة بالغلط، والغاز الاخضر اتسرب في كل حتة، ونينا محضرة نفسها للمهمة ومعها عربية خاصة ليها والفريقها، وعربية تانية هتنقل فيها السجين جاك، واجهزة الجي بي اس الخاصة بتحديد المواقع معطلة برضو، ولكن نينا عاملة حسابها وعارفة الطريق اللي هتمشي فيه، ونينا اختصاصها هي المعلومات والكمبيوتر ومهاراتها في السلاح ضعيفة جدا. وبيظهر القائد رايس اللي خدم في الشرطة اكتر من 20 سنة، وهو حب واحدة وعاش معاها في صربيا، ولكن للأسف بسبب انشغاله بشغله معرفش يعبر ليها ويحسسها بحبه، وركبت القطر عشان تسيبه وتمشي ولكنها وقعت من القطر وماتت، ومحمل نفسه المسؤولية وبياخد حبوب مهدئة لتخفيف معاناته. وجاله صديق عمره المحقق بولش ويقول له انهم تم استدعائهم لمهمة جديدة وهيعملها رايس قبل رحيله عن صربيا عشان ينسى مراته وذكرياتها اللي موجودة في البيت اللي سببت له ألم ومعاناة، ويقول لبولش انها اخر مهمة ليه قبل التقاعد، هو كبر خلاص وهيقضي حياته الباقية بسلام وهدوء. والبروفيسور لحق نفسه من الغاز ولبس قناع الحماية، ولقى الشرطي ميت وقلع القناع بعد اختفاء الغاز، ولقى التليفونات معطلة وجثة الشرطي اختفت، وتحول الشرطي لزومبي. وفي الكنيسة لقى مجنون باب غرفته فتح واسمه أرمجدين، كانوا حابسينه بسبب تخويفه للناس ان نهاية العالم قربت والموتى هيرجعوا للحياة، وافتكروه مجنون، ولكن الحقيقة طلع هو اعقل واحد فيهم. ولقى الام اللي حبسته اتعضت وتحولت لزومبي وهجمت عليه ولكنه قتلها. ووصل رايس وبولش لمنطقة السجن اللي هينقلوا منها جاك، وحاسس رايس ان المهمة سهلة جدا وبسيطة، وكل اللي هيعملوه هو مساعدة نينا في مهمتها في نقل السجين وتأمينه، وكلها ساعتين وهيخلصوا المهمة. وشاف رايس جاك وعارفه لانه طول عمره بيقول انه بريء ومظلوم، والدلائل كلها لا تثبت تورطه في جرائم القتل اللي عملها. ورايس يقول انه في خلال 20 سنة اللي خدم فيها في الشرطة عمره ما استخدم سلاحه وضرب نار الا مرتين وبس، وكان فيهم مع المحقق بولش، ولو استمر على كده في اخر مهمة ليه دلوقتي هو كده هيحقق رقم قياسي. وبيطمن نينا الآن ان كل حاجة هتكون كويسة والطريق فاضي والجو هادي وكلهم مرتاحين. وفيها عربية فيها شاب امريكي اسمه يان وبنتين من صربيا، والعربية عطلت بيهم وهم لسه خارجين من الحفلة، ويان مهتم بالكاميرا بتاعته لانه مراسل اعلامي، والعربية لن تتحرك وبريتني مش عارفة تتصرف، وتلاقي جوانا صوت غريب ظهر وسببه هو الزومبي اللي جايين عليهم، وحضر دون اسلحته وعربيته لمحاربة الزومبي في نهاية العالم.
العالم ومعاه أسلحة كتيرة وكافية للقضاء على جيش من الزومبي. وجاله البروفيسور ويطلب مساعدته من الزومبي اللي بيجري وراه، وسابوا البروفيسور ومشي. والجنود التلاتة كزومبي هجم عليهم دون وقتلهم، ومؤمن دون انه كده ريحهم وهيروحوا للجنة. والبروفيسور لقى عربية الشباب قدامه ويطلب مساعدتهم، بس عربيتهم عطلانة والزومبي كلهم متجهين ليهم، والشباب شافوهم. والزومبي جعانين ورميان الكاميرا بسبب خوفه، ومعندهمش حل دلوقتي غير انهم يهربوا من العربية ويستخبوا في مكان آمن. والمحقق اللي حقق سنة 1985 في قصة الهياكل اللي عمرها 300 سنة وصل لمكتب الرئيس ويقول له ان الفيروس انتشر بسبب الغاز الاخضر اللي عن طريقه هيرجع الموتى للحياة، وعضة واحدة بس هتحول الحي لزومبي، وسرعة التحول معتمدة على حجم العضة، والحل هو ضرب المدينة بقنبلة عشان يقضوا على الفيروس ويحتووا انتشاره في العالم. وللأسف هما ما عندهمش حل تاني ولازم يمشوا من هنا بسرعة. عربية الحماية ورا عربية نقل السجين جاك، ويقول بيتروفيتش السواق انه هيقفل شبابيك العربية لان المدينة اللي هيمروا عليها هي اكتر مدينة ريحتها وحشة في العالم، ومش مطمن للمهمة تحت قيادة المبتدئة هنينا. وهم ماشيين خبطوا حد واعتقدوا انه انسان ولكنه زومبي، وقفوا العربية ونزلوا يطمنوا عليه، ولكنهم لقوه ميت. واستغرب رايس لما لقى جسمه بارد اكنه ميت من ساعات قبل حادثة العربية، وطلبوا من عربية نقل السجين تسبقهم لحد ما يكلموا الشرطة والإسعاف للزومبي اللي خبطوه، ولكنهم سمعوا صوت صراخ من المدرسة اللي جنبهم وهيروحوا يتأكدوا. ودخلوها وملقوش حد خالص، والمدرسة مهجورة وفيه أصوات شبه الوحوش والدم في كل حتة. ولقوا الزومبي خارج لهم من الحمام ومستغربين رغم إصاباته إنه لسه حي، وبيضربوه بالنار في جسمه وما بيموتش لأنه طبعا نقطة ضعفه هي راسه، ولازم يهربوا بسرعة من المكان. ورايس حاسس انه تسرع في الحكم على المهمة، انه كان فاكر انها تبقى سهلة، وشكل المهمة الاخيرة ليه نهايتها تكون مرعبة. وفجأة شاف الزومبي بيجروا عليه وركب العربية ومشي بسرعة، وعربية نقل السجين بيكلموها وما بتردش عليهم، وكل الترددات اللاسلكي معطلة، ولو عربية نقل السجين واقفة قدامهم والسواق والشرطي مش موجودين، وده لانهم تحولوا لزومبي وهياكلوهم. وكالعادة بيضربوهم بالنار في اجسامهم ولكنهم ما بيموتوش، لحد ما حرروا جاك وقال لهم اضربوهم في راسهم، وهو عارف الزومبي. والمشكلة انهم حصروهم من كل مكان، وحلهم دلوقتي انهم يركبوا العربية ويمشوا بسرعة. ولكن بيتروفيتش يلاقي زومبي وراه وهجم عليه وكله، وضرب رصاصة بالغلط وبوظ عجلة العربية، وكده لازم يتجهوا لأقرب اسم شرطة للاحتماء فيه، وهيحاولوا يكلموا الدعم بسرعة وحرروا رجل جاك عشان يجري أسرع، ومش هيثقوا فيه. وهم بيجروا لأقرب اسم شرطة الزومبي حصروهم، ورصاص أسلحتهم مش هيكفيهم للقضاء على الزومبي، وعمالين بيضربوا الزومبي بالنار في راسهم. وفيه واحدة هجمت على نينا وسلاحها وقع منها، وخدوا جاك وقتل الزومبي وانقذ نينا ورملها مسدسها، هو مش هيقتلهم. ووصلوا لاسم الشرطة وهيقفلوا على نفسهم جواه، وهم مجرد اربع اشخاص في مواجهة اعداد كبيرة جدا من الزومبي، اللي لو قتلوا منهم واحد هيلاقوا مية مكانه. ومهمة نينا الاولى شكلها كده هتبقى الاخيرة، ومهمة رئيس الاخيرة شكلها كده مش هيطلع منها حي ولا حتى هيتقاعد وهيعيش بسلام، والاوضاع صعبة جدا عليهم. ومفيش حد في اسم الشرطة، والتليفونات الارضية عطلانة، والكهرباء في المكان كله فصلة. وتقول نينا انهم لو رجعوا الكهرباء ممكن تستخدم الكمبيوتر وتبعت رسالة لفريق الانقاذ، وبولش فيه زومبي عضه وهيتحول قريب. وجاك بينصح رايس يقتله، وطبعا رايس رفض انه يقتل صديق عمره، وراح رايس وبولش يدوروا على مولد الطاقة هنا ويحاولوا يرجعوا الكهرباء للمكان. ورصاص اسلحتهم قرب يخلص، ولقوا غرفة مخزن الاسلحة ولقوها كلها فاضية، والشرطة استخدموها لمحاولة القضاء على الزومبي، ولكنهم فشلوا واتاكلوا، ومنهم من تحول لزومبي كمان. وسمعوا صوت حواليهم وراحوا يتأكدوا، ويلاقوا الشباب مستخبيين في غرفة السجن في اسم الشرطة، وهم مش مسلحين وخايفين من الزومبي، ومعهم البروفيسور اللي حبس نفسه لانه قلق من دون اللي قابله وقاله على نهاية العالم، وحاسس انه محدش فيهم هيخرج من هنا حي. ولكن رايس يطمنوا انهم مع بعض هيبقوا
واقوى، ولحد دلوقتي ما وصلوش لمولد الكهرباء، وهم مش عارفين مكانه. وجاك بيطلب منهم يحرروه لانهم هيحتاجوا مساعدته، ولكنهم رافضين لانه مجرم. ويلاقوا البروفيسور بيكلمهم عن دون وانه معاه في عربيته اسلحه كتيره ولازم يلاقوه ويتعاونوا معاه. ودون عمال بيقتل في الزومبي وجثثهم ماليه الطريق، وهو طول حياته محضر نفسه للحظه دي، وبكميه الاسلحه اللي معاه هو غير قابل للايقاف، وبيتنقل من مكان لمكان على الطريق في عربيته لقتل الزومبي، ومش هيخرج من المدينه الا لما يقضي عليهم واحد واحد. ولقى ريس خريطه اسم الشرطه وعرف مكان مولد الكهرباء في قبو اسم الشرطه، ولكن صديق عمره بولش تعب بسبب عضه الزومبي ومش هيقدر يكمل مع ريس، واعراض التحول بدات تظهر عليه، ولكن ريس مش هيستغنى عنه، وفي نفس الوقت مش هيقدر يخليه يكمل معاه المهمه، وهيحتاج لمساعده السجين جاك. والسجين جاك يقول لنينا انه بريء، وابن راجل غني عمل جريمة القتل، وفي الاخر لانه فقير تحملها هو ظلمه. دلائل التحقيقات لا تثبت تورطه في الجريمة بنسبة كبيرة، وهو مجرد انسان غريب على ارض غريبة، ولازم يحرر روح لانه مش عايز يموت على ايد الزومبي. وكمان خبرات نينا في استخدام السلاح ضعيفة ومش هتعرف تحميهم. وبولش بيطلب من رايس انه يحاول ينسى مراته ويتوقف عن الحبوب المهدئة ويحاول ينساها بنفسه، والغلطة مش غلطته، هو كان بيحب شغله مش اكتر وكان مشغول بيه. والذكريات مدمرة ريس وقلبه حزين على مراته وعقله مش قادر ينساها. وودى ريس بولش للفريق عشان يرتاح، وادى امر لنينا لو تحول انها تقتله لانهم كده هيرحموه. وراح لجاك وحرره واداله سلاح وهياخده معاه لقبو اسم الشرطة للوصول لمولد الكهرباء، ويحاولوا يطلبوا المساعدة من الكمبيوتر. وجاك بيعرف يستخدم السلاح وهيحمي نفسه وهيحميهم في نفس الوقت. وخدوا يان معاهم اللي زعلان على الكاميرا بتاعته اللي وقعت منه، واول لما ينزلوا القبو لازم يقفل عليهم الباب وما يفتحش ليهم غير لما يطلبوا منه. وجاك واضح انه بريء وطيب، وكان بايده انه يقتل رايس ويحاول يهرب ولكنه ما عملش كده، ويقول لرايس ان الزومبي طالما عقله لسه حي فهو لسه حي برضه، ويقدر يتحكم في باقي اجزاء جسمه حتى لو كانت مقطوعه من الجسم. وكل اللي عرفه ده قال له عليه ابوه، لانه في سنه 1968 ابوه كان شغال في مصنع في المدينة وحصلت فيه اول حالة لانتشار فيروس الزومبي، وفيه عامل اتصاب الفيروس وكان هياكل الكل وعضهم وكانوا هيتحولوا لزومبي لولا تدخل القوات والعلماء اللي قدروا يحتوي الفيروس قبل ما ينتشر. واعراض التحول بدأت تظهر على بولش، وبيطلب منينا انها تهتم برايس وتنفذ اوامره، انه طلب منها انها تقتله لو تحول، وهو خلاص حاسس ان نهايته قربت ولكنها مش قادرة. وفجأة بعد ما تحول لزومبي اضطرت انها تضربه بالنار في راسه وقتلته، والامور بقت صعبة جدا عليهم. ووصل رايس وجاك لمولد الكهرباء وخبطوا جاك برجله واشتغل، والكهرباء رجعت للمكان ولقوا جثث الشرطة متاكلة حواليهم، وكمان كان فيه ايد كانت على مفتاح فتح الابواب والزومبي هيدخلوا للمكان. واسلحة جاك ورايس ما فيهاش رصاص كتير، واعداد الزومبي كبيرة وفي كل مكان موجودين. وفتح لهم يان الباب وهيروحوا للشباب لتحذرهم، ولكن فجأة الزومبي في كل مكان وكسروا الازاز وداخلين لهم وقفلوا كل الابواب عليهم، وهيضطروا يخرجوا من القسم كله، لان اكتشفت نينا ان كل انظمة الكمبيوتر معطلة ومش هتفتح، وكده مش هيعرفوا يطلبوا المساعدة، ومهمة رايس وجاك ما كانش ليها لازمة، والكهرباء لن تحميهم، بالعكس دي شدت الزومبي ليهم. وعربية دون وصلت لمبنى الاذاعة والتلفزيون في صربيا لانه عنده كلمات عايز يبثها للعالم كله لتحذرهم من انتشار فيروس الزومبي. وراح للاستوديو وطلب من العامل يشغل كل اجهزة البث عشان يكلم البشر، والراجل حابس نفسه في المكان والزومبي محاصرينه من كل اتجاه. وشاف الشباب رسالة دون في التلفزيون ان الزومبي هم ابناء الشياطين وظهروا بسبب ذنوب البشر اللي كترت، والبقاء هنا للاقوى وكمان الاكثر ايمانا. وكلامه اثر على جوانا وراحت للزومبي وفتحت لهم الابواب عشان ياكلوها وتروح للجنة، والزومبي اقتحموا المكان والكل لازم
يهربوا بسرعة وهيكسروا الشباك للخروج من قسم الشرطة، ويلاقي رايس ان البروفيسور مش هيهرب معاهم، ويقول لرايس ان مراته ماتت من 10 ايام اصلا، وهو تعب نفسيا من بعدها وبينسى كتير، وهو خلاص زهق من حياته وبيفضل يموت وينتقل ليها احسن. وحالته صعبت على رايس لانه بيفكره هو كمان بمراته وسابوه ومشيوا. هما في الشارع، هدفهم دلوقتي هو الوصول للمركبة اللي في البحر اللي كان المفروض من خلالها انهم ينقلوا جاك السجين لمكان الطيارة اللي هتوديه للندن، وهي دي وسيلة خروجهم الوحيدة من مدينة الزومبي. وهم الخمسة ودون المحارب اخر من تبقوا من البشر، ومشكلتهم الاكبر ان اسلحتهم رصاصة خلص خلاص، وهم لازم يتجنبوا اي معركة ضد الزومبي. وجاك يقول لازم نخرج من هنا قبل ما القوات تضرب المدينة بالقنبلة، عشان هم هيحاولوا يحتووا انتشار فيروس الزومبي، وبيتمنوا يقابلوا المحارب دون عشان يمدهم بالأسلحة ويستفيدوا بالعربية اللي معاه. وهم ماشيين يتفاجئوا لما يلاقوا جماعة تانية من الزومبي وهم في سبات تحت أشعة الشمس. هم جيش كامل، لو صحيوا عليهم هيبقى كده كلهم ميتين، ولازم يعدوا من خلالهم للوصول للمركبة اللي في البحر. وقرر رئيس يجازف ويروح هو أول واحد، ولو الزومبي صحيوا عليه هيشدهم لبعيد وهي يدي فرصة للباقيين يركبوا المركبة ويمشوا من مدينة الزومبي بسرعة. وهو ماشي الزومبي القائد ظهر وشاف رايس ويصحيله كل الزومبي بالنداء بتاعه، والزومبي كلهم صحيوا على رايس وما بقاش عنده حل غير ان الجري هو نص الرجولة. واول لما باقي الفريق شافوا الزومبي اتحركوا بسرعة للمركبة، وحبس رايس نفسه في القطار لحماية نفسه من الزومبي، ولكنهم للأسف حصروه من كل الاتجاهات وعايزين ياكلوا لحمته، وكده ما عندوش حل غير انه يحبس نفسه في غرفة القطر الصغيرة والشبابيك وراه هي وسيلة خروجه من هنا. ووصل يان وبريتني للمركبة بامر من نينة، وطلب يان من بريتني انها تحرر حبل المركبة وهو هينزل يشغل المحرك. ولما عملت بريتني كده بيكون يان ضللها وظهر على حقيقته وهو اناني وسايق المركبة وهيمشي ومش هيستنى حد خالص، كده كده كلهم هيموتوا وهو هينجو بحياته ومش هيموت معاهم. وظهر المحارب دون ومعاه كل الاسلحة وبيقتل في الزومبي، ونجح انه ينقذ بريتني اللي كانوا خلاص هياكلوها، ويقول لها الهروب مش الحل، وهي ما عندهاش حل غير انها تفضل مع الفريق حمايتها، ودون هيروح يسلح الباقيين بكل اسلحته. ورايس مش عارف يفتح الشبابيك والزومبي بيكسروا في الباب بعددهم الكبيره، ودون معاه مدفع صواريخ وبيفرقع في الزومبي ومش هيمشي الا لما يقتلهم كلهم واحد واحد. ووزع كل اسلحته لجاك ونينا وكلهم هيستعدوا للمعركه وهيحاولوا ينقذوا رايس. وجاك معاه السيف وفاكر ذكريات الماضي وهيستمتع بمعركته ضد الزومبي. والزومبي في كل مكان لصيد اخر من تبقى من البشر اللي جايين عليهم من كل مكان، وجاك بيقتل فيهم بالسيف وما بيتعبش، لا اما يقتل الزومبي لا اما الزومبي يقتلوه وياكلوه. ونينا بتضربهم بالنار ومهاراتها في استخدام السلاح اتطورت، ودون مستمتع بالمعركه معاهم. وجاك لسه ما لقاش رايس ولقى قائد الزومبي بيصرخ لظهور المزيد من اتباعه، وخرج رايس من الشباك اخيرا ولقى قائد الزومبي متجه ليه وساب باقي الزومبي لباقي الفريق وراح لرايس. وبسبب انشغال الباقيين فهم مش شايفين رايس ولا هيعرفوا ينقذوه، وبما ان رايس معهوش سلاح فقرر انه يجري لانه مش هيقدر على الزومبي القوي والسريع، خصوصا ان رايس سنه كبير يا صديقي. وقدرت نينا وجاك ودون يقتلوا كل الزومبي بنجاح وعملوا مذبحه هنا، ولسه دون معاه رصاص واسلحته كمان باقيه، ولسه كمان قائد الزومبي باقي ومش هيسمح له جاك انه يتجه لرايس، وراح عليه بالسيف عشان يحاربه، ونجح جاك يقتل الزومبي وقطع راسه. وكده كل الزومبي هنا ماتوا ومعركه هم كسبوها، وهيمشي جاك من المكان حر، ولكن جات له نينا بسلاحها وافتكر انها بعد كل ده هتقبض عليه ولكنها تطمنه، هي بس بتودعه وسلاحها كده كده اصلا رصاصه خلص، وجاك هيكمل طريقه بنفسه بحرية. وجاك بالسيف اي زومبي هيقابله هيقطعه، ودون هيفضل مستمر في المدينة لحد ما يموت ويدخل للجنة ومعاه اسلحة ورصاص كافيين للقضاء على جيوش الزومبي. ولو ظهر الزومبي هيستمتع جدا
جدا معاهم وهيلعب معاهم بس على طريقته الخاصة. وجاك طريقه لسه طويل ومستمر، ولكنه واثق انه يستمتع جدا بحريته، وحياته كمحارب للزومبي بالسيف بدأت ومش هتنتهي بسهولة. وبالنسبة ليان الطماع، هو على المركبة وعلى حظه البائس هي عطلت بيه في وسط البحر، وحاول يشغلها وفشل وسمع صوت الزومبي حواليه، ولكنه ملقاش حد على المركبة فشك ان الزومبي هيطلعوا له من البحر مثلا، ولكنه مش عارف ان طمعه وانانيته اخرتها الموت. وفجأة الزومبي كان مستخبي معاه على المركبة وهجم عليه وكله. بس كده يا شباب، دي نهاية الملخص، ولمزيد من افلام الزومبي هسيب لك رابط ليهم في الوصف تحت الفيديو، هتلاقي عليهم افلام هتعجبك يا صديقي.